شكرا 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 شكرا. حادث محطة مصر، أشوفه من غير ما أخش في تفاصيل كتير ولا أخش في مزايدات كتير. موضوع القطار اللي اتكلم عليه ده المفروض دلوقتي بيخضع للتحقيق من جهات التحقيق. صحيح أنا قلت اللي هو ما نطورش القطار أو نحط الفلوس في البنك ونكسب فوائد كتير. صحيح عايز عائد كبير أحسن، بس ده مخلينا نقف حداد على الأرواح وكله هيتحاسب. صحيح تحيا مصر واللي عمل كده هيخضع للتحقيق. صحيح أنا نقوم بتعويضات للأسر والشهداء والمصابين، وده يخلينا نقف الآن دقيقة حداد على الأرواح جميعا وكله هيتحاسب.